بمشاركة نحو 40 شخصا من المعنيين بقضايا مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الضحايا، أقيمت ورشة تدريبية حول التعاون الدولي وضحايا الإتجار بالأشخاص في دبي للمرة الأولى بتنظيم من مكتب مفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال. أولا هو لابد من الإشارة لأنه يعني مزلة الإتجار بالبشر هي مزلة موجودة قبل الربيع العربي وحتستمر بعد استكمال الربيع العربي إذا صح لنا القول. فهي لكن وجود نزاعات وجود اضطرابات هي بشكل عامل مساعد لازدياد عدد الأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا للاستقلال. الورشة ناقشت في افتتاحها دور الأمم المتحدة وبرامجها بالعمل على إصدار قوانين لمكافحة الإتجار بالبشر، كما تم استعراض المشكلات التي تواجه الأمم المتحدة في الحد من هذه الظاهرة، وكذلك مناقشة عدم وجود إجراءات فعالة من قبل أكثر دول العالم لإنصاف الذين تم الإتجار بهم وإدانة التجار وتجريمهم. التحدي الثاني هو عدم وجود يعني إجراءات فعالة، وهنا نحن بنركز مثلا في هذه الندوة على مسائل الإنصاف والعدالة بالنسبة للضحايا. يعني في كثير من الأحيان أنه في تجريم لمسائل الإتجار بالبشر، لكن يعني في أيضا نقص، وأنا ذكرت مرارا أنه ليس هنالك الكثير من المجرمين، يعني لم تتم إدانة كثير من الأشخاص بهذه الجرائم على الرغم من تعدد الضحايا. اختيار مكان الورشة التدريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة كونها الدولة التي نجحت خلال سنوات قليلة في أن تخطو خطوات كبيرة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتوفير كافة وسائل الرعاية لضحايا هذه الظاهرة، حيث شهدت قضايا الإتجار بالبشر في الدولة انخفاضا بنسبة تصل إلى 75% خلال النصف الأول من العام الجاري. يمكن نلعب دور مهم أن نحن نقوم بحملات توعية في المجتمع، وهذه التوعية تكون توعية للمجتمع المحلي المقيم بدولة الإمارات، وأيضا توعية للفئة الأكثر عرضة للإتجار بالبشر مثل خدم المنازل، مثل العاملين في الصالونات، في النادلات، في المطاعم، في البوتيكات، وهالسوالف هاي كلها، أو في محلات البيع، السوبر ماركتات. هاي الفئة هي تكون أكثر معرضة للإتجار بالبشر. الورشة التدريبية تهدف أيضا إلى تطوير التحقيق ومقاضاة الأشخاص الذين يمتهنون الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى تدريب أفراد لتنفيذ القانون في تحديد هوية وحماية الضحايا وإنشاء أو تطبيق آليات للتعرف عليهم. أحمد الديري، أورينت نيوز، دبي. قصص ومشاكل.